استكمال للحملة اللي قامت بها وزارة الكهرباء بالاستعدادات لزيارة الأربعين وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء. اليوم زيارتنا لمحافظة كربلاء للاطلاع على واقع حال تجهيز الكهرباء، وأعطينا عدد كبير من التوجيهات توصيات، أهمها استمرار الاستثناء لمحافظة كربلاء والنجف وبابل. الحمد لله قدرنا نحقق هذا العام أعلى معدلات تجهيز لهذه محافظات الفرات، وصلت ل 1500 ميجا واط. الآن مثل ما جاي يشوفون اليوم احنا في كربلاء، باقي يوم على الزيارة، معدل تجهيزنا 24 ساعة. أعمالنا اللي نفذناها سابقا اليوم ثمارها بهذا مستوى التجهيز. كل الفرق مستنفرة في كل المحاور، كوادرنا الآن آليات معززة بحدود أكثر من 750 آلية تخصصية انتقلت من كل المحافظات، وصلت لكربلاء والنجف حتى يكون سرعة بإصلاح العطلات. الموقف جيد الحمد لله، كوادرنا مثل ما جاي يشوفون 24 ساعة مستنفرة في مواقع العمل. إن شاء الله باقي يومين ونعلن إن شاء الله نجاح خطتنا بتجهيز هذه المحافظات بالطاقة الكهربائية.